مساء الخير. في هذه النشرة، الحوثيون يتسلمون السلطة في اليمن ويحلون مجلس النواب. مقتل المطلوب مراد زعيتر يشعل الزعيتري في المتن الشمالي. المحافظ أقفل مسبكة بيروت أمس لكنها بقيت تبيع السمك. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع يزبك وهبي وديما صادق. مساء الخير. كاد خبر مراد زعيتر أن يطغى على حدث تسلم الحوثيين السلطة في اليمن. مراد زعيتر ابن 19 عاماً والمطلوب بعشرات بلاغات البحث والتحري بتهم تجارة مخدرات، قتل اليوم بإطلاق النار عليه، فكادت منطقة الزعيتري في المتن الشمالي أن تتحول إلى ساحة حرب بين الجيش اللبناني ومسلحين من آل زعيتر الذين اتهموا مخابرات الجيش بالعملية. أما حدث اليمن فتمثل بتسلم الحوثيين السلطة في اليمن وحل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي. في لبنان، يوميات سوق السمك تبعث على الدهشة وعلى الإشمئزاز. محافظ بيروت يصدر أمس قراراً بإقفال المسمكة، اليوم يتراجع عن القرار بعد ضغوط وبعد إيحاءات ومن دون أن تستوفى شروط السلامة العامة في المسمكة، وإن كان يقول إن التراجع هو ليوم الاثنين فقط إلى حين إيجاد المعالجات. وفي لبنان أيضاً، قوى الاعتدال والوسط في طرابلس تتكتل ضد مدير فرع إدارة الأعمال في المدينة أنطوان طنوس، فتنجح في إبعاده من خلال الضغط على رئيس الجامعة الذي رضخ لهذا الضغط، ما يفتح سابقة بإسقاط مدراء كليات الجامعة اللبنانية في الشارع. ولكن البداية تبقى من منطقة الحرب بين حي الزعيتري في الجديدة ومستشفى مار يوسف في الدورة التي نقل إليها مراد زعيتر.